أخبار مغربي إيجاد من استوديو قناة الجامعة المغربية كامبوس مغرب تي في. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل 2021. وأوضح بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم للمملكة ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 317/21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية. وأضاف البلاغ أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان العودة للعمل بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021. أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك باعتماد توقيت مستسر للعمل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ضمن مرسوم صدر في الجريدة الرسمية. فقد وقع العثماني تفويضا يمنح لافتيت سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد مستندا إلى القانون رقم 72/14 المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية. قال المسؤول في وزارة الخارجية المغربية أن وفدا وزاريا يستعد لزيارة ليبيا اليوم الأربعاء من أجل إجراء مباحثات حول سبل تقوية التعاون بين البلدين، إذ فضل عدم الكشف عن اسمه وعن تفاصيل إضافية حول الزيارة، حيث أضاف أن المغرب لعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع الليبي الذين توصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية موحدة بعد سنوات من الصراع. في انتظار أن يحل وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بن رباط اليوم الأربعاء 31 مارس الجاري حاملاً معه رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الملك محمد السادس حسب ما أوردته صحيفة موريتانية. أضافت الصحيفة أن إسماعيل ولد الشيخ يقوم بزيارة غير مبرمجة بناء على تعليمات من رئيس الدولة، وتأتي هذه الزيارة بعدما حظي القيادي في جبهة البوليزاريو بشير مصطفى السيد قبل أسبوع باستقبال من طرف السيد الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. دعت الولايات المتحدة المغرب أمس الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الافتراضي للتحالف الدولي ضد داعش والمخصص لدراسة تداعيات التنظيم الإرهابي في إفريقيا. ومثل المغرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الذي قال إن الرد على التهديدات الإرهابية الجديدة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في إفريقيا يستدعي تعزيز قدرات الدول والمنظمات الإقليمية الفرعية، وتابع أن الرد على التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش ينبغي أن ينصب في المقام الأول على دعم الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية الفرعية فيما يتعلق بتعزيز القدرات، وذلك بهدف ضمان نتائج أكثر استدامة في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي. وأكد الوزير انخراط المغرب في جهود تعزيز القدرات في إفريقيا، كما يدل على ذلك دعم فتح مكتب بالرباط لبرنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى أمس الثلاثاء بالرباط حفل منظم بطريقة جمعت بين الحضوري وعن بعد بهدف التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف إلى تحليل وتعبئة الكفاءات من المغاربة المقيمين بالخارج في مجالات التكنولوجيا الخضراء، وخصص لتقديم برنامج تعبئة الكفاءات في مجال التكنولوجيا الخضراء من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بدر إيكن. وبمقتضى هذه الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على مضافرة الجهود من أجل تيسير الاستفادة من المعارف والخبرات في مجال الطاقات المتجددة وترشيد تأثيرها على الاقتصاد الوطني. وقالت نزهة الوفي أن توقيع اتفاقية شراكة هاته يهدف إلى مؤسسة التعاون بين الوزارتين ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في أفق تنفيذ برنامج تعبئة الكفاءات في مجال التكنولوجيا الخضراء.
بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الكوكايين. وأضافت المصادر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رغم إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية. نهاية الموجز، إلى الغد.